السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم بدائل للميد جورني ويكونوا مجانيين. بنلاقي في الأول خالص مايكروسوفت بينج، في جزء فيه اسمه إيميج كرييتور وهو مدعم من دلي. كل اللي عليك إن أنت تيجي هنا وتبدأ تكتب الكلمة اللي أنت عايز تعملها، الصورة اللي أنت عايز تعملها، وتقول له كرييت. أو ممكن تيجي هنا كرييشن، هنا اكسبلور أديا بيديك أفكار. أنا بقى دي الصور اللي أنا عملتها قبل كده، ممكن أقول له أنا عايز مثلا قهوة، صاحب النوم بقى وعايز قهوة، أقول له كرييشن يبدأ يكريت الصور اللي أنا عايزها، فبدأ يعمل لي الصور بالشكل دوت. تقدر تدوس على أي صورة بحيث إنها تكبر وتسيبها أو تعدل عليها أو تعمل شير زي ما أنت عايز، أو ممكن تعمل فيدباك يبقى لي كومنتات على الصور. طيب بعد كده ديل إي، وده مدعم من أوبن إي آي. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز صورة قهوة، وده الموقع المفضل عندي، يعني سهل الاستخدام وامكانياته قوية وبتطلع صور كويسة. لاني عم بعمل بيه شغل كتير، فعمل لي الصور بالشكل دوت. وتقدر تقول له ابلود، ترفع صورة من عندك تعدل عليها، تقدر تعمل سيلكت على اي صورة وتعدل عليها زي ما انت عايز، تقول له edit image وتعدل فيها زي ما انت عايز. طيب بعد كده ده برضو تقدر ان انت تعمل سيرش على الصور اللي الناس عملتها قبل كده. تمام، دي ممكن مثلا تقول انا عايز صور مثلا بتتكلم عن حاجة معينة. طيب خلينا نقول له جنريت، ده محرك بحث عن الصور اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي. وتبدأ تقول له برومت ان انت عايزها، وهنا نيجاتيف لو انت في حاجة عايز تشيلها او في كلمة معينة مش عايز تظهر في الصور. يبدأ يكون لك الصورة. طيب ودريم ستوديو البرومت هوت، النيجاتيف الابلود لو انت عايز ترفع صورة معينة، الاعدادات بس تقول العرض، وهنا انت عايز كام صورة. انا مثلا اعمل لك 4 صور، ممكن تقول لا انا عايز صورة واحدة، يقول لك ادخل الحساب بتاعك، فيبدأ يكريت لك الصور. دي صور احنا كنا عملناها قبل كده، بالشكل ده بلاي جراوند اي اي الموقع اللي بعد كده. ممكن اقول له انا عايز اعمل سيرش على صورة معينة، يبدأ يجيب لك كل الصور ويدور في محركات البحث حتى اللي قبل كده. طيب الفلتر ده بيفرق معاك كتير جدا، كأنك رحت لموقع تاني خالص. تقدر تختار مثلا اولد تايم وتقول له جنريت، يبدأ يكون لك الصور بالشكل ده. خلينا نقول له ليوناردو برضو من الحاجات الكويسة، ده بيقول لك اكتب اللون بتاعك. وده لازم تدخل على الديسكورد عشان تقدر تشير عليه. الديسكورد سهل جدا، بتقول له بس يعني شرطة وبعد كده ايماجين، وتبدأ ان انت تكتب الامر اللي انت عايزه زي فكرة الميديور. الموقع اللي بعده هتيجي هنا وتقول له انا عايز دوت، يقول لك انت عايز ارت ولا دروينج ولا فوتو ولا ايه بالظبط، يبدا هو يكون لك الصوره. فعمل لنا 9 صور بالشكل دوت. تقدر بقى تعمل لها اب سكيل، تقدر تعمل سكرين شوت، تقدر تعمل جيت فاستر ريزولت بس اعتقد بفلوس. ريماجن بترفع اي صورة وهو يبدأ ان هو يعدل لك عليها بالشكل دوت. اي صورة بيبدأ يديك كذا صورة، يعني معتمد على الصورة بتاعتك لكن مختلفة تماما.
تمام. طيب هرفع صورة ليا وليكن مثلا الصورة دي. بيبدأ يعمل لك صور مشابهة أو معتمدة على الصورة بتاعتك لكن في اختلاف. طيب هنا برضو بندخل على الديسكورد، هتلاقي كل الروابط أسفل الفيديو إن شاء الله. هنيجي هنا ونقول له من ديت روك اي اي، ونقول له imagine وتبدأ تديله البرومت اللي انت عايزه وهو يبدأ يكون لك الصورة. الصورة بيديك 4 صور، تقدر تقول له انا عايز اني صورة فيهم واني اصدار V1 ولا V2 ولا V3 ولا V4. هو طبعا بيعمل صور لناس تانية في ناس تانية في نفس الوقت. دي الصورة بتاعتنا مدام اداها لون مختلف، يبقى دي الصورة بتاعتنا. ممكن تقول له انا عاجبني مثلا الصورة رقم 1 مثلا، خلاص يبدأ يكبرها لك. تقول له انا عايز الاصدار الرابع مثلا، انا عايزك تعملها تاني وهكذا. ففي شوية اوامر تقدر انت تستخدمها، وهنا تقدر تقول له بقى ايه عايز اضيف رياكشن معين، فيبدأ يجيب لك كل الرياكشن اللي انت ممكن تضيفه. الرياكشن مش مجرد بتعمل لايك وحاجات زي كده، لا في حاجات بتدي اوامر معينة، يعني تقول له كبر الصورة، خليها فاتحة شوية وهكذا. يعني البرومت هنا بيفرق كتير قوي، او الرياكشن هنا بيفرق كتير قوي. السوبر رياكشن ممكن برضه تديله امر معين ان هو يعدل لك في الصوره، او يعملها لك يظبطها لك على الانستجرام، او يحط لك عليها كتابة او يخليها متحركه.